إذا مشاهدينا بعد متابعة هذا التقرير المميز من أردن النشامة والإصرار والعزيمة لأصحاب الهمم أو ذوي الهمم كما يسمون في كل البلدان العربية، رغم بأن القانون في بعض الأحيان يقول أصحاب الإعاقة، دائما نقول مقولة مهمة بأن أصحاب الإعاقة هي الإعاقات الفكرية. عمر الجسد ما كان يسبب إعاقة بالنسبة للإنسان، وما سبب التخلف للبلدان سوى تخلف العقل والأفكار المسمومة التي كما شاهدنا في بعض الأحيان سببت إلى كوارث بالنسبة لبعض البلدان. فالأفكار المسمومة هي الإعاقات الحقيقية. سلامة الجسد لا يعني بأن هذا الشخص هو سليم فكريا. دائما نبحث عن الإنسان، عن الأفكار وما يبحث من تطلعات وما يقدم لمجتمعاته. دائما أصحاب الهمم أو ذوي الإعاقة في بعض البلدان هم أصحاب المنجز الكبير على الأصعدة الثقافية والفنية والأدبية، ونشاهد أيضا ارتفاع رايات بلداننا بمنجزاتهم الكبيرة. في بعض الأحيان نخجل من أنفسنا لما يقدمون من عطاء كبير. في بعض الأحيان يبحث الإنسان عن الإحباط وينتكس ويبتعد عن العالم الخارجي وعن المحيط الخارجي بسبب بعض الإخفاقات في بعض المجالات المعينة. لكن نقول هذه الحلقة هي حلقة إصرار وتقدم وعزيمة. تابعوا ضيوفنا في هذه الحلقة، سوف تكون لكم نافذة إلى الأمام وإلى المستقبل. لنتابع هذا التقرير عن ذوي الهمم من العراق ونعود مجدداً. لم تكن خطواتهم الأولى سليمة على هذه الأرض، وبعضهم الآخر لا يتمكن من نطق الكلمات بشكل صحيح، ولكنهم يشتركون بطيبة قلوبهم وإصرارهم على كسر التحديات. فزهراء بطلة أولمبية في لعبة رمي القرص، ويعقوب لاعب كرة سلة حقق معدلات عالية وكان من الطلبة الأوائل على مستوى العراق. مدرسات كلش طيبات ويانا، وما مسوينا يعني معاقين، يعني احنا اعتبرينا اصحاء كلنا زينين. احنا ندرس نفس المدارس العاديه، تاريخ، جغرافيا، عربي، انجليزي. قلت لامي، قلت امي اريد اصير مثل باقي العالم، يعني مشهورين وابطال. أول بطولة بالعراق اللي هي ملعب الوزارة حققت مركز الثاني، وثاني بطولة خارج العراق اللي هي بحرين قرب آس حققت مركز الثاني اللي هي قرص وثقل، بس مركز الرمح ما حققت، جبت مركز الرابع. وصارت هنا قبل 2022 بطولة حققت كذلك مركزين اللي هي مركز الثاني. طبعا الإعاقة ما تأثر على بشر، الإعاقة بالعقل مو بالجسد. أصدقاء هواي يتعاملون وياي يعني جيد جدا، والمعلمين هواي متحاسنين ويانا ويساعدونا دائما، ويومنا كأنه عادي يعني ما بينا أي شيء. والمدير هواي هواي ويانا حبابة وتساعدنا. أنا أحب كرة السلة وعندي موهبة وطموح أدخل منتخب. أنا عندي طموح أن أشارك مسابقات دولية وأرفع رأس البلد. يتخطون حواجز الإعاقة كل يوم بفضل دعم أسرهم والعاملين في المعاهد الخاصة بهم، البالغ عددها 17 مركزاً حكومياً متوزعاً على الكرخ والرصافة في بغداد. بعضها يعنى بالتأهيل المهني لتدريب المعاقين على مهن تمكنهم من كسب قوتهم. شريحة ذوي الهمم بالعراق حاليا بدت باكتساب حقوقها اللي كفل لها اياه قانون 38 لسنة 2013، قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، اللي بموجبه تم تحديد مهام كل وزارة والخدمات اللي تقدمها هذه الشريحة. فبدينا حاليا بطور تنفيذ هذا القرار، خصوصا بعد ما انضم العراق للاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة. طبعا معاناتهم بالأماكن العامة لحد هسه ما لهم أي حق، يعني ما لهم أماكن مخصصة لهم من ناحية مثلا الممرات،
المخصصة لذوي الإعاقة أو المكان الجلوس لذوي الإعاقة أو حتى التعامل وياهم بالمؤسسات، من يروح يراجع على معاملة رسمية ما إلى امتياز، ما إلى فد خصوصية بالتعامل، ما إلى استثناءات، يعني بالعكس يعانون من بعض يعني التنمر، الاستهزاء بهم يعني شلون زجرهم والانزعاج. وتقدر أعداد هذه الشريحة بخمسة ملايين فرد، يعاني الكثير منهم من صعوبة اندماجه بالمجتمع بسبب قلة الوعي في التعامل معهم وضعف الخطط الحكومية التي ترعاهم وتجعلهم إضافة حقيقية لواقع الحياة. لبرنامج بيت للكل، مناف الموسوي، بغداد.